السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض حصص المراجعة، ومراجعتنا النهاردة هتشمل الوحدة الثانية في الجغرافيا. أول سؤال معانا النهاردة بيقول: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: علم دراسة السكان ويدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان. 2. الهجرات التي تتم من خلال وسائل غير قانونية والهروب من سلطات الحدود والإقامة غير الشرعية بالبلاد. 3. الفرق بين معدلات المواليد والوفيات. طبعا احنا الوحدة دي كانت بتتكلم عن سكان العالم وقسمناهم لسلالات و شفنا توزيع السكان في العالم. أول حاجة علم يدرس السكان من حيث النوع والتركيب والتوزيع العمري، قلنا ده اسمه الديموغرافيا، وده علم بيدرس السكان، بيقول لنا عدد المواليد، بيقول لنا عدد الوفيات، الزيادة الطبيعية، بيقسم لي السكان وفق فئات عمرية محددة زي ما قسمناهم صغار السن، كبار السن، متوسطي السن، ده كله في الديموغرافيا. وبالتالي ده علم يشمل دراسة السكان بصفة عامة. 2. هجرات بتتم بطرق ووسائل غير قانونية، دي اسمها الهجرات غير الشرعية، ودي اتكلمنا عنها في توزيع السكان لما شفنا زيادة عدد سكان قارة آسيا عن معدلهم الطبيعي، وقلنا بيضطروا ان هم يهاجروا بطرق غير قانونية، وبنسمينا ده هجرة غير ايه؟ شرعية. وده يفصل لنا ازاي بيتم الهجرات غير الشرعية، وقلنا بيتم بقى من خلال الهروب والإقامة غير الشرعية. 3. الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات، قلنا ده الزيادة الطبيعية زي ما الشباب كده معانا بيقولوا، أو توماس تحديدا يعني، ومنا برضو. يبقى إذن الفرق بين معدلات المواليد والوفيات هي زيادة طبيعية، وقلنا إن الزيادة الطبيعية دي بتختلف من قارة إلى أخرى، وده حسب معدل المواليد والوفيات. يعني لو جينا قارنا معدل المواليد في أفريقيا مع معدل الوفيات هنلاقي فرق كبير في معدل المواليد، لأن عدد مواليد أفريقيا بيصل 36 في الألف، بينما معدل الوفيات بيصل 8 في الألف، وبالتالي ده معدل إيه؟ مرتفع في الزيادة الطبيعية. على عكس أوروبا مثلا معدل الزيادة الطبيعية بيساوي صفر، وده ليه؟ لأن معدل المواليد بيتساوى مع معدل الوفيات. طيب نكمل مع بعض أسئلة اكتب ما تشير. السؤال الرابع أو النقطة الرابعة بتقول: دراسة عدد السكان حسب فئات عمرية محددة. 5. تضم الرضع والأطفال والمراهقين أقل من 15 عام. 6. أفراد في سن العمل، عدد الأفراد في سن العمل القادرين على العمل والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن العمل. قلنا أفراد في سن العمل ودراسة عدد السكان وبتضم الرضع. أول حاجة دراسة عدد السكان، ده بيرجع ندرس عدد السكان وفق فئات عمرية محددة، ده سميناه تركيب عمري، وقلنا من خلاله قسمنا السكان إلى ثلاث أنماط من السكان أو ثلاث فئات عمرية: فئة صغار السن، ودي بتزداد في الدول النامية وبتقل في الدول المتقدمة، وبالتالي هذه الفئة قلنا بتكون فئة غير منتجة، وبيترتب على زيادة عددها هي تكليف الدولة ميزانية ضخمة من حيث توفير الرعاية الصحية والتعليم والمأكل والمشرب وغيرها من الخدمات. طيب قلت لك لو أنت فاكر، لو الشباب اللي معانا، قلنا الفئة سواء صغار السن في المجتمعات النامية أو المجتمعات المتقدمة دي أو دي بيتشابهوا في إن الاتنين بيكلفوا الدولة ميزانية ضخمة، وده ليه؟ علشان بتبقى الدولة مطالبة إنها توفر لهم احتياجاتهم. برافو عليكم يا شباب على الإجابات الممتازة. 2. تضم الرضع والأطفال والمراهقين أقل من 15 عام، دي فئة صغار السن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. طب الفئة التانية بتضم، وهي الضم الشباب او قوة العمل من 15 عام ل 64 عام، ودي بنسميها فئة متوسط السن.
ودي بتزداد في الدول المتقدمة وتقل في الدول النامية، ودي قوة العمل اللي هم عدد الأفراد اللي في سن العمل والقادرين على العمل أو يبحثون فعليا عن العمل. الفئة الثالثة من السكان في المنطقة دي وهم فئة كبار السن، ودي بترتفع نسبتهم في الدول المتقدمة وتقل في الدول النامية. طيب مين يقول لنا هو ليه بترتفع نسبة كبار السن في الدول النامية؟ قال لك بترتفع نسبة كبار السن في الدول النامية، وده بيرجع إلى سببين: اهتمامهم بالتعليم ووجود الرعاية الصحية. طيب واحد هيقول لي هو إيه علاقة التعليم بكبار السن؟ هقول لك ما هو إحنا عندنا قاعدة، فكرة النمو والوعي بيجي منين؟ بيجي من التعليم. كل ما المجتمع يبقى عندك ثقافة علمية فده هيخليك يهتم بإيه؟ بجانبك الجانب الصحي، وده هيطول في عمر الإنسان لأن طبعا بيبقى عارف إيه المخاطر اللي بيتعرض ليها فبيتجنبها، وبالتالي عشان كده بترتفع النسبة ديت فين؟ في المجتمعات النامية عشان هي المتقدمة، عشان هي طبعا بتهتم بالتعليم والإيه؟ والصحة. نروح لسؤال آخر أكمل العبارات الآتية: من أقسام السلالة الكوكازية نقط شمال أوروبا ونقط غربها ووسطها. إيه السلالة الكوكازية؟ تعالوا نتكلم عن السلالة الكوكازية شوية. قلنا السلالة الكوكازية بتمثل 50% من سكان العالم، وهذه السلالة موجودة في كل قارات العالم، وهذه السلالة بتتميز بالبشرة البيضاء الوردية والشعر المموج والشفاء الرفيعة. وهذه السلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها المجموعة النوردية في شمال أوروبا، ومنها المجموعة الألبية في غرب ووسط أوروبا، والمجموعة الثالثة وهم سكان حوض البحر المتوسط أو منطقة البحر المتوسط، ودية اللي بينتمي إليها العرب، ودول سكان جنوب أوروبا. وبالتالي بقى أنا عندي السلالة دي بتتقسم: نوردية في الشمال، ألبية في الغرب والوسط، والجنوب بتاعها هم قسم سكان البحر المتوسط. طيب نروح لسلالة أخرى وهي السلالة المغولية. بيقول لك من أقسام السلالة المغولية نقط في الأمريكتين ونقط في سيبيريا. السلالة المغولية بتصل نسبتهم في العالم إلى 40%، وقلنا بما تفسر ارتفاع نسبة الجنس المغولي في العالم لهذه الفئة لنسبة 40%، قلنا لأن معظم سكان غرب وجنوب غرب شرق وجنوب شرق آسيا ينتمي لهذه السلالة اللي هم الصين والهند، باكستان، كوريا، منغوليا وغيرها. عشان كده بيمثلوا نسبة كبيرة من سكان العالم. السلالة دي بتتميز بإيه؟ قلنا السلالة دي بتتميز بإن هي أول حاجة الشعر الأسود المسترسل، العيون المنحرفة، البشرة الصفراء. وبالتالي بتتقسم إلى مجموعة من الأقسام، من أهمهم الهنود الحمى في الأمريكتين ومجموعة التانجوس في سيبيريا. وبالتالي هذه السلالة عندنا منها الهنود الحمى، التانجوس، وجماعة الإسكيمو، ودي بتسكن شمال كندا وألاسكا في أمريكا الشمالية. طيب من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة، قلنا معدل الرعاية الطبية بيتحدد إزاي؟ بيتحدد من خلال عدد الأطباء، كلما زاد عدد الأطباء يدل ذلك على وجود رعاية طبية فائقة أو مرتفعة. وبالتالي دول ذات رعاية طبية فائقة دول روسيا ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية. عندنا مصر والإمارات من الدول المرتفعة الإيه؟ الرعاية الصحية. أهو السؤال اللي بعد كده: من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة مصر والأردن والإمارات وأستراليا، وعندنا الدول ذات رعاية طبية منخفضة نلاقيها في الدول النامية في أفريقيا زي أثيوبيا وأيضا نيبال في آسيا وغيرها من الدول. أعلى قارات العالم في معدل المواليد لسه قايلين من شوية قارة أفريقيا، بينما أقل معدل موجود في أوروبا. معدل مواليد في أفريقيا يصل إلى 36 في الألف، وإنما أوروبا 11 في الألف. طب ومعدل المواليد على مستوى العالم؟ يصل معدل المواليد على مستوى
العالم لعشرين في الألف المقابل انخفاض معدل الوفيات، وبالتالي عندنا اختلاف في نسب المواليد والوفيات على مستوى العالم، وده بيدل على ان الزيادة الطبيعية متغيرة من قارة إلى أخرى. نكمل مع بعض أسئلة أكمل. بيقول لك أعلى معدل الوفيات في نقط وأقل قارة نقط. أعلى معدل وفيات، معدل وفيات مش أفريقيا معلش مبدئيا، هي قارة أوروبا، وأقل معدل وفيات أمريكا الجنوبية. وطبعا ده بيفسر اختلاف توزيع السكان واختلاف تركز السكان والنسب السكانية اللي احنا اتكلمنا عنها. من مدن الساحل الشرقي لاستراليا وعاصمة استراليا، وديت من المدن اللي هي بيتركز فيها عدد كبير من السكان، وهي مدينة سيدني. طبعا دي المدن الرئيسية في استراليا، وايضا قلنا وجود السهول الفيضية في شرق استراليا بيساعد على تركز السكان، بينما بيقل السكان في داخل وغرب القارة، وده يرجع سببه الى سيادة الظروف الصحراوية في داخل وغرب قارة استراليا. تمام منا واحمد. من اكبر المدن التي يتركز بها السكان في كندا، قلنا السكان بيتركزوا في مونتريال بكندا لانها من المدن الكبرى. وطبعا لما اتكلمنا عن التركز السكاني قلنا ان السكان في العالم بيتركزوا في ثلاثة مناطق رئيسية، وهي السهول الفيضية، وده يرجع بسبب قيام حرفة الزراعة ووجود التربة الخصبة والمياه العذبة. أيضا بيتركزوا في مناطق السهول الفيضية، وده ذلك بسبب اعتدال المناخ وقيام نشاط صيد الأسماك وغيرها من الأنشطة السياحية. أيضا يتركز السكان في المدن الكبرى، ويرجع تركزهم في المدن الكبرى زي مونتريال بسبب وجود المناطق الصناعية وتوفر الخدمات وفرص العمل. دول لا يتركز سكانها بسهول الأوريانيكو بأمريكا الشمالية، دي دولة إيه؟ دولة فنزويلا، من سهول الأوريانيكو في شمال قارة أمريكا الجنوبية. وطبعا إحنا عارفين إن السكان بيتركزوا في أمريكا الجنوبية بصفة أكبر أو بنسبة كبيرة في البرازيل، أكبر دول القارة سكانا بسبب إنها بتشغل برضو مساحة كبيرة في هضبة البرازيل. دولة بأمريكا الجنوبية تركز سكانها بسهول البامباس، وده دولة الأرجنتين، وقلنا ده بسبب وجود إيه؟ سهول لابلاتا وأنهار بارانا وباراجواي وقيام الزراعة. ننتقل إلى سؤال آخر. سؤال بيقول بما تفسر لا توجد دولة واحدة يتكون شعبها من سلالة واحدة؟ لا يوجد في العالم دولة يتكون شعبها من سلالة واحدة. طيب تمام منا وتوماس، إن شاء الله حاضرين دايما ومركزين. بما تفسر ليه ما فيش دولة في العالم بيتكون شعبها من سلالة واحدة؟ قلنا ده بسبب اختلاط وانصهار السلالات، مما أدى إلى اختلاط الصفات الطبيعية لهذه السلالات. وطبعا احنا اتكلمنا ان احنا كان تقسيم السلالات أمر ظاهري وليس أمر جوهري. تمام، وبالتالي مع اختلاط السلالات بدأت المجتمعات تتكون من شعبها أكثر من سلالة واحدة، وبالتالي اختفت نتيجة الاختلاط دوت السلالات النقية، ما عدا ونركز في النقطة دي، يعني احنا بنقول ما فيش دولة دلوقتي بتكون شعبها من سلالة، بس في مجتمعات بدائية تمام لم تختلط بغيرها، مثل سكان حوض الكونغو وصحراء كالهاري في أفريقيا وجماعة الإسكيمو والاستراليون الأصليين وغيرهم، طبعا لم يختلطوا وغيرها. السؤال الثاني بما تفسر نشأة السلالات البشرية؟ طب ليه نشأة السلالات في العالم؟ قالك نشأة السلالات في العالم بسبب استقرار الإنسان في أواخر عصر البليستيوسين في البيئات المختلفة، وبدأ يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان ويؤثر فيها، يتأثر ويؤثر، وبالتالي بدأت من هنا تختلف صفات
تمام، بدأ الإنسان من هنا يختلف، وبدأت السلالات تختلف من منطقة إلى أخرى، وعشان كده قسمنا السلالات وفق أمر إيه؟ ظاهري وليس جوهري، يعني حاجات ليست أساسية في الإنسان، وقلنا تم من خلال لون البشرة، شكل الأنف والعين والشعر وغيرها من الصفات. السؤال الثالث بيقول لك بما تفسر يقل عدد السكان في سيبيريا وألاسكا، ليه السكان في سيبيريا وألاسكا بيقل عدد السكان؟ قلنا بيقل عدد السكان في سيبيريا وألاسكا وده بسبب شدة البرودة، لأن طبعا يقع في المنطقة القطبية الشمالية، وبالتالي من هنا بيقل عدد السكان علشان المناطق دي بتكون مناطق صعبة الايه الحياة بسبب شدة الايه البرودة في الوقت ده. طيب تركز السكان في مونتريال بكندا، قلنا السكان بيتركزوا في مونتريال بكندا بسبب وجود المناطق الصناعية والخدمات في المدن الكبرى، وكذلك توفر فرص العمل. طيب ده نقيسه على مونتريال بس؟ قلنا لا، بنقيسه على أي مدينة كبرى موجودة فين؟ في العالم. وبالتالي ده منطقة من مناطق التركز السكان في أمريكا الشمالية، وعندنا الولايات المتحدة الأمريكية بتركز بيها أكبر نسبة، حوالي 57% من سكان أمريكا الشمالية، وقلنا بيتوزعوا في منطقة البحيرات العظمى والساحل الشمال الشرقي، وده بسبب الموارد الاقتصادية ووجود الأراضي الزراعية وغيرها من والمدن الإيه الكبرى وغيرها من فرص العمل والأشياء. طيب بما تفسر يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن الكبرى، ليه السكان معظمهم بيعيش في المدن الكبرى؟ ده احنا فسرناه كذا مرة وقلنا بسبب وفرة الخدمات والمناطق الصناعية وإيجاد فرص العمل في المدن الكبرى. تعد جزيرة جاوة أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان، ليه جزيرة جاوة أو جاوة أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان تحديدا؟ قلنا جزيرة جاوة من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان، وده بسبب خصوبة التربة الزراعية ووفرة نشاط الزراعة، ده ساعد على تركز السكان. تبع ندرة السكان في شبه الجزيرة العربية، نروح لمنطقة شبه الجزيرة العربية في قارة آسيا، هنلاقي إن السكان في قارة آسيا بيقل عددهم في شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق الجبلية، وده بسبب سيادة الظروف الصحراوية ووجود المرتفعات وصعوبة الحياة وصعوبة السطح، وده بيساعد على قلة الإيه السكان. طيب يتركز السكان في استراليا على السواحل الشرقية، ليه سكان استراليا بيتركزوا في المناطق الشرقية؟ طبعا قلنا السكان في استراليا بيتركزوا في المناطق الشرقية بسبب وجود الأراضي الزراعية والمدن الكبرى، وأيضا من أهمها مدينة سيدني ووجود نهري موري ودارلينج. قلنا السكان على عكس السواحل الشرق بيقلوا في جهة الداخل والغرب بسبب سيادة الظروف الصحراوية. بما تفسر كل السكان في المناطق الاستوائية بوسط أفريقيا، ده سؤال حلو مهم برضو، ليه السكان بيقلوا في المناطق الاستوائية بوسط أفريقيا؟ قلنا السكان بيقلوا في المناطق الاستوائية في أفريقيا، وده يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود الإقليم الاستوائي وكثافة الغابات الاستوائية وانتشار الأمراض، وده برضو نروح دي لمنطقة تانية في أمريكا الجنوبية وهي منطقة حوض الأمازون. طيب بعض من سكان قارة أفريقيا في المناطق الاستوائية بيفضلوا سكن المرتفعات سواء المناطق الاستوائية أو المدارية زي أوغندا وكينيا، وده علشان اعتدال المناخ فوق المرتفعات، لأن احنا اتكلمنا وقلنا في الوحدة الأولى إن كلما ارتفعنا 150 متر بتقل درجة الحرارة درجة. نروح للسؤال العاشر، منطقة البحيرات العظمى من مناطق تركز السكان، ليه قلنا من منطقة البحيرات العظمى مناطق تركز سكان؟ ده بسبب الموارد الاقتصادية الايه الضخمة، لأن المنطقة ديت بتضم منطقة نهر المسيسيبي بمنطقة البحيرات العظمى وبتتمتع بموارد اقتصادية ضخمة، فده بيساعد على وجود نسبة كبيرة من سكان قارة أمريكا الشمالية.
طيب ده بالنسبة لأسئلة بما تفسر. ننتقل إلى سؤال آخر يقول لك ما النتائج المترتبة على زيادة السكان في معظم قارة دول قارة آسيا؟ ليه السكان؟ إيه النتيجة اللي بتترتب على زيادة السكان في قارة آسيا؟ أو يعني خد ده بقى وطبقه على أي، يعني ده قاعدة، أي دولة بيزيد فيها عدد السكان إيه اللي بيترتب على ده؟ قلنا يا سيدي ده بيترتب عليه نقص في الغذاء، انخفاض في مستوى المعيشة، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، وجود إجراءات غير شرعية. طيب ده ينطبق بس على آسيا؟ قلت لك لا، ده ينطبق على معظم الدول اللي بيزيد فيها السكان. طيب اثنين، الهجرات وانتشار السلالات بين قارات العالم. طيب بيقول لك ايه النتيجة اللي ترتبط على الهجرات، يعني التنقلات من دولة الى اخرى، الهجرات وانتشار السلالات ادى ده الى اختلاط طبعا السلالات، واصبح لا توجد دولة واحدة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة، والدليل على ذلك شعب الولايات المتحدة الأمريكية يضم بين صفوفه الثلاث أنماط من السلالات، السلالة الزنجية والسلالة القوقازية والماغولية، وده طبعا بسبب إيه؟ الهجرات والفتوحات ديت، وطبعا كان في زمان الهجرات الإجبارية، تمام؟ وبالتالي كل ده ساعد على انتشار السلالات في قارات العالم، فبالتالي ما بقاش في شعب يتكون من سلالة واحدة واختلط جميع السلالات. ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة ما النتائج ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية. قلنا ارتفاع فئة صغار السن زيادة العبء على الدولة لأنهم يكلفون الدولة أموال ضخمة لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى، وقلنا ده بينطبق كمان على الدول المتقدمة، لأن ممكن يجي يقول لك إيه، ما أوجه الشبه بين ارتفاع بين فئة صغار السن في الدول النامية والدول المتقدمة؟ ايه اوجه الشبه؟ اوجه الشبه ان طبعا الاتنين بيتشابهوا في زيادة اعباء الدولة وتكلفة الدولة، ميزانية ايه؟ ضخمة وكبيرة، وده بيساعد على طبعا انخفاض قوة العمل. طيب اربعة، ما نتيجة ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات في مصر؟ طبعا ارتفاع معدل الزيادة الايه؟ الطبيعية في مصر إلى حوالي 25.2 في الألف، وهو معدل مرتفع، بدأت معدلات الزيادة الطبيعية في مصر تكون مرتفعة جدا، ده لأن نسبة المواليد حوالي 31 في الألف ونسبة الوفيات 6 في الألف، فده بيعمل زيادة طبيعية كبيرة، وبنشوف ده تأثيره على التقدم اللي بيحصل في مصر والمشاريع اللي بتحاول الدولة تنفذها. طيب ما النتائج المترتبة على تساوي معدلات المواليد ومعدلات الوفيات في أوروبا؟ قلنا كلما تساوى معدل المواليد ومعدل الوفيات أدى ده إن الزيادة الطبيعية أصبحت في أوروبا صفر وثبات عدد السكان، وبالتالي يقدر الدولة تعمل مشاريع وعملية تنمية كبيرة وضخمة في البلاد، وده ليه؟ علشان عندهم أريحية إن الزيادة الطبيعية مش عالية أو تقريبا صفر وعدد السكان إيه؟ ثابت. ستة، ما نتيجة الرعاية الطبية الفائقة في دول قارة أوروبا؟ قلنا كلما زادت الرعاية الطبية أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة كبار السن. يعني أنا عايز الشباب كده تحاول تجاوب وتحاول يعني تكتب، حتى يعني لو هم اتأخروا شوية في الكتابة بس يعني يحاولوا معانا يجاوبوا على الأسئلة. طيب نروح لسؤال آخر دلل على صحة العبارات الآتية: التقدم الصناعي في قارة أوروبا. الدليل على التقدم الصناعي في دولة أوروبا أو في قارة أوروبا؟ قلنا ده ساعد التقدم الصناعي على تركز السكان في مدن الغرب والوسط، وأصبحت القارة ذات دخل اقتصادي مرتفع مقارنة بدول الغرب، مقارنة تركز السكان في المدن في غرب وسط القارة بشرق قارة أوروبا، لأن قلنا التقدم الصناعي اللي حاصل في شرق أوروبا أدى لتركز عدد كبير من السكان وانخفاض النسبة ديت في الشرق بسبب عدم التقدم او
انخفاض الايه التقدم الصناعي لانهم اقل ايه تقدما. تؤثر بعض العادات والتقاليد في معدل التعليم. ليه بنقول او ايه دليلك ان معدلات التعليم في العالم بتتاثر ببعض العادات والتقاليد؟ قلنا لان هناك بعض القرى تحرم المراه تحرم المراه من التعليم حفاظا عليها او بسبب بعض المعتقدات الخاطئه وايضا تفضيل الزواج المبكر للاناث. كل دي عادات وتقاليد بتؤثر سلبا في معدل التعليم لان ده بيساعد على ارتفاع نسبه الاميه وانخفاض معدل التعليم. ولكن اصبح في الوقت الحاضر هناك اختلاف كبير في هذه العادات والتقاليد لان بدات المجتمعات في العالم تعرف دور المراه وتهتم بتعليمها وده بيساعد على ارتفاع نسبه التعليم في معظم المجتمعات زي ما شفنا في مصر وارتفاع نسبة التعليم. دليل: لا يوجد الآن ما يعرف بالسلالة النقية. الدليل على عدم وجود سلالة نقية: قلنا لا يوجد حاليا ما يعرف بالسلالة النقية إلا في المجتمعات البدائية. وده ليه؟ علشان خاطر كل الصفات اختلطت وانصهرت مع بعضها البعض. وقلنا عندنا شعب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يوجد بعض السلالات النقية في حوض الكونغو وصحراء كالهاري بأفريقيا وهي سلالة زنجية قصيرة القامة لم تختلط بغيرها وفيها طريقة هذه السلالة للانقراض. أيضا جماعة الإسكيمو في صحراء التندرا الباردة شمال كندا. أيضا مجموعة الهنود الحمر في غابات أمريكا الجنوبية وجبالها. أيضا الأستراليون الأصليون وهم سلالة زنجية لم تختلط بغيرها. يبقى إذا هنا الإجابة بيقول لك إن مفيش شعوب بقت نقية أو سلالة نقية، نقول له أيوه دليل على كده إن كل الشعوب اختلطت ومع ذلك إلا في المجتمعات الإيه؟ البدائية زي ما إحنا ذكرنا مع بعض. السؤال الرابع: يعد عدد الأطباء مؤشر هام على الرعاية الطبية لأن دول هناك الدليل على كده في دول ذات رعاية طبية فائقة زي دول أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا. وده ليه؟ بسبب ارتفاع عدد الأطباء. وقلنا كلما زاد عدد الأطباء يدل ذلك على وجود رعاية طبية مرتفعة أو يختلف معدل بمعدل زيادة عدد الأطباء. وعندنا دول ذات رعاية طبية مرتفعة مثل مصر والأردن والإمارات، ودول ذات رعاية طبية منخفضة النيجر وأثيوبيا في قارة أفريقيا ونيبال في قارة آسيا. وده يدل على اختلاف معدل الرعاية الطبية نتيجة اختلاف معدل ومؤشر عدد الأطباء. وده فسرناه قلنا لما يبقى عندي دكتور واثنين وثلاثة غير لما يبقى عندي واحد بس فدوت يديك رعاية طبية أفضل. ما العلاقة بين مناخ وتوزيع السكان في أفريقيا؟ طبعا المناخ من العوامل المهمة بتأثر في توزيع السكان حيث يتركز السكان في نطاق مناخ البحر المتوسط أو تحديدا في مناطق المعتدلة الحرارة ويقل السكان في المناطق ذات المناخ الصحراوي والاستوائي أو بيقل السكان بصفة عامة في المناطق الحارة الجافة. لذلك قلنا أن السكان هناك علاقة بتربط بين توزيع السكان لأن السكان بيفضلوا المناطق المعتدلة وبيسكنوا فيها وبيتركزوا بنسبة كبيرة ده لاعتدال المناخ وبيقلوا في المناطق الحارة الجافة وده زي الإقليم الصحراوي والاستوائي في قارة أفريقيا. ما العلاقة بين الدخل الاقتصادي ونوع النشاط؟ قلنا لما اتكلمنا عن الجزئية ديت في الدرس الثالث قلنا بيتحدد دخل الدول من نوع النشاط اللي بيمارسه. قلنا عندنا دول بتكون ذات رعاية طبية ذات دخل اقتصادي مرتفع ودي بتعتمد على الصناعة والنشاط الصناعي، ودول ذات دخل اقتصادي منخفض ودي بيسودها النشاط الزراعي. وقسمنا دول العالم إلى أربع فئات حسب مستوى الدخل: دخل اقتصادي مرتفع ودخل اقتصادي متوسط ودخل فوق المتوسط ودخل اقتصادي أقل من المتوسط ودخل اقتصادي منخفض. وقسمناها وقلنا ان الجزئيه ديت من اهم جزئيات المنهج وفيها اسماء دول كتيره ويجب التركيز عليها واحنا بنذاكر
في درسنا إن شاء الله. طيب، ما العلاقة بين التضاريس وتركز السكان في أستراليا؟ قلنا إن التضاريس مش في أستراليا بس، التضاريس بشكل عام بتأثر في توزيع السكان، حيث يفضل دائما السكان بشكل عام المناطق السهول الفيضية والساحلية عن المناطق المرتفعات والصحراوية. فبالنسبة لقارة أستراليا فهناك مناطق تركز السكان على، حيث يتركز السكان على السواحل الشرقية، حيث وجود المدن الكبرى مثل سيدني والمناطق الصناعية والأراضي الزراعية الخصبة، وفي سهول نهري ميوري ودارلينج في جنوب الشرق، بينما بيقل السكان في الداخل والغرب بسبب سيادة الظروف الصحراوية، وأيضا في الشمال في سبب وجود مناطق حشائش السافانا والغابات المدارية. احنا هنا اتكلمنا عن التضاريس واتكلمنا كمان معاها على جزء من المناخ. كده نكون ده كان اخر سؤال معانا في مراجعة النهاردة. بتمنى لكم طبعا التوفيق على ان نلتقي ان شاء الله يوم الخميس في مراجعة الوحدة الرابعة والاخيرة من المنهج. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.